أبطال النادي الأهلي يواصلون التألق وممارسة هوايتهم المفضلة باقتناص الألقاب والتتويج بالبطولات، فهم لا يعرفون سوى المركز الأول في جميع المنافسات المحلية والقارية. ناشئات طائرة الأهلي واصلن التألق والتتويج ببطولة الجمهورية تحت 18 عاما بعد الفوز على الصيد في ختام منافسات البطولة، وقد ظهرنا بشكل جيد في الإرسال وحائط الصد القوي والضربات الساحقة التي منحت الفريق التفوق ليحقق الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-16، وتأخر في الشوط الثاني 25-16 ليتفوق الأهلي مرة أخرى في الشوط الثالث بنتيجة 25-19، ويتعادل فريق الصيد في الشوط الرابع 25-22، وفي الشوط الفاصل حسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة 15-11. وبعد مباراة ماراثونية وبأداء عالي توجت ناشئات الأهلي بكأس البطولة، وتسلمنا المركز الأول بعد عروض قوية للغاية في مشوارهن نحو اللقب. ومنورنا في الاستوديو ثنائي الاهلي لكره الطايره المتوجين مؤخرا ببطوله الجمهوريه تحت سن 18 سنه، سندس احمد ونور ايهاب. صباح الفل عليكم، منورين الدنيا، مليون مبروك. الله يبارك. شفنا لكم طبعا فرحه عارمه وانتم شايلين الكاس وبتتنططوا بيه، اكيد اللحظه دي كانت هدف وقت من الاوقات. تعالوا بقى يعني نعرف منكم رحله الوصول للحظه الحلوه اللي تابعناها معاكم دي، نبتدي بيه. هي يعني وبصراحه يعني السيزون ده بجد كان صعب قوي، يعني كان طول قوي واحنا كمان ثانويه عامه، فكان بالنسبه لنا ماساه يعني. طبعا مجهود طبعًا. بقى وصبح وبالليل دروس، يعني صبح دروس وبالليل تمارين، فاحنا ناخد البطوله ده حسينا ان كل التعب ده في ثانيه راح الحمد لله. جميل. بمناسبه ثانويه عامه، ودي طبعا يعني مرحله كريتيكال جدا في حياه كل طالب وطالبه، والاهم عند اولياء الامور كمان. يعني هل كان في مثلا ايه قلق كده من الاهل عندكم ان بنات تركزوا في المذاكره او كذا، يعني كان في النوع ده من القلق ولا مش الحال؟ طبعا، بس يعني انا شايفه الرياضه كانت بالنسبه لي ده هدف طبيعي، يعني هدف ان انا اخد الكاس، وعشان كده كنت مهتميه اكتر بان انا العب رياضه واحقق البطوله، والمذاكره كده كده معايا، ان انا هذاكر وبذاكر الصبح واجي بالليل بروح التمرين وارجع انام واصحى الصبح تاني اذاكر ونروح الدروس. يعني احنا كنا بنحاول ننظم وقتنا اكتر، يعني ان احنا نروح الدروس مع التمرين عشان نحقق الهدفين. الكلام ده سمعته من ابطال كتير على فكره في نفس المراحل السنيه دي، او حتى في سنوات دراسيه برضو مهمه، يعني مش شرط ان المتفوق رياضيا يبقى ضايع تعليميا او اكاديميا، بتقدروا تظبطوا الدنيا واليوم يمشي، ما تبقيش قصرتي لا في حق المذاكره ولا في حق الرياضه. ايوه فعلا. طب تعالوا نعرف احنا نظبط وقتنا وكله هيعدي يعني. حلو، بدايه بقى قصتكم مع الكره الطايره عموما، بناء على ايه اخترتوا الرياضه دي؟ سندس بصراحه هو انا يعني هل الطول مثلا كان عنصر او حافز؟ لا لا، انا وانا صغيره كنت دايما بقعد، يعني انا كنت بلعب تنس الاول. أوكي. فكنت دايما بقعد اتفرج على الفولي كده بتعدي ماتشات مثلا قدامي على التلفزيون، فحسيت ان انا عايزه اجرب يعني. أوكي. فروحت المدارس واخدوني الفريق. وانت حالتك كده؟ انا بابايا مدرب فولي، كابتن ايهاب محمد علي. انا خلاص الموضوع انتهى كده، مش محتاجه اتكلم، تكملي كلام خلاص. بس انا كنت بلعب اصلا جمباز الاول، وطبعا عجبتني اللعبه برده اخترت ان انا اكمل في الطايره. يعني صعوباتها ايه؟ يعني ايه التحديات اللي انتوا اضطريتوا تعدوها عشان تحققوا الانجازات دي؟ يعني احنا حصل اصابات كتير في الفرقه، فطبعا دي اول صعوبه بتحصل ان في ناس بتقع في الفرقه، بس طبعا احنا بنقعد نتمرن وندوس على نفسنا، لا احنا نقدر، واحنا هدفنا على طول الكاس. فبنتمرن كل يوم وننزل ونيجي على نفسنا كتير عشان نعرف نتمرن ونادي اللي احنا عايزينه ونحقق الهدف اللي احنا عايزينه. انتوا عندكم يعني طبعا هي ميزه كبيره جدا ان انتوا تبقوا لابسين تيشيرت النادي الاهلي. بس انتوا اكيد مدركين تمام الادراك ان دي مسؤوليه فظيعه، وان يعني النادي الاهلي كل من هو منتمي للنادي الاهلي، جهاز فني، اداري، لعيبه، مشجعين، ما فيش حاجه اسمها ما نفوزش بالبطوله اللي احنا داخلين فيها. دي بتعمل عبء كبير قوي. اكيد هي بتعمل، مش عيب، بتعمل كمان روح اللي انت لابسه بقى تيشيرت النادي، روح الفانيلا الحمراء. طبعا
واحنا بصراحه كان في ماتش في الدور اللي قبل النهائي خسرناه كان مع الصيد برضو، فده برضو ادانا حافز ان احنا التيشيرت ده والارضنا دي احنا ما ينفعش ده يتكرر تاني، فادانا ده حافز بقى اللي احنا لازم نكسب البطوله دي. كسبناهم بقى ونتج عن ده ماتش اللي هو الماتش النهائي يعني تكسبه وتتعادل تكسبه يعني كان في نديه قويه جدا. هو ماتش الصراحه اصعب ماتش في البطوله. طب واصعب ماتش عموما عدى عليكم قبل كده سواء في البطوله دي او بره البطوله؟ هو برده كان مع الصيد. الله. هي فرقه هم فرقه برده جامدين ما شاء الله عليهم وكويسين وفيهم ناس كويسه ومعانا في المنتخب، فالدنيا طبعا تبقى منافسه جامده يعني. بالنسبه لك انت برده يا سندس كان نفس الحكايه؟ اوكي. هل جات لكم فرصه قبل كده ان انتوا مثلا تلعبوا فرق اوروبيه، تسافروا بره، تشتركوا يعني في بطولات دوليه، ولا ده لسه ما حصلش معاكي؟ لا مع المنتخب بس. هو مع المنتخب بس. لكن مع الفريق لسه؟ لا احنا لسه سننا تقريبا صغير ان احنا. اوكي. هل كورونا برده اثرت عليكم؟ هي اثرت بطبيعه الحال على الرياضه العالميه، بس اثرت عليكم ازاي؟ هي فترة الكورونا اللي حصلت السنة اللي فاتت دي انا كان هيجيلي انهيار تقريبا. حضرتك بقى لو تنزل كل يوم تمرين وليك حياة كده وبتتمرن، حسيت بقى بقيمة النعمة دي لما جت الكورونا وقعدت في البيت. طبعا طبعا. بس كنت زهقانة قوي وجت حالة صعبة قوي. وكان في مثلا مشاريع معينة اتأجلت نتيجة الكورونا، معسكرات كنتوا هتروحوها واتلغت يعني؟ هل كان من ضمن انعكاسات كورونا النوع ده من الامور؟ كانت بطولة الجمهورية. بطولة الجمهورية اتأجلت كتير، وبرده بطولات المنتخب اتأجلت. بطولة افريقيا الأخيرة ما لعبناهاش بسبب الكورونا، بس يعني الحمد لله قدرنا نعدي الموضوع ده كله. طب فريق كرة الطايرة 18 سنة أو ساعة تحت سن 18 سنة بشكل عام في مصر، بالمقارنة بنفس المرحلة السنية دي وفرق تانية أوروبية أو عالمية، احنا فين من الناس دول؟ هو انا اظن في فرق شويه يعني، هما برضو ما شاء الله بنتفرج على الدوري الايطالي ده. لا ما شاء الله. طب الفروقات في ايه يعني؟ ايه بالظبط اللي عامل الفرق الكبير ده من وجهه نظركم وانتوا جوه الليله يعني؟ بصراحة هل امكانيات اللعيبه، ما احنا عندنا لعيبات زي الفل اتنين منهم منورين. اكيد في فرق في التمرين والفيتنس اكيد في حاجه. طب ومش المفروض ان احنا هنا برضه بنمرن اللعيبه بتوعنا على احدث النظم واحدث اساليب التمرين؟ طب برضه ارجع اقول لك الفرق فين؟ مش عارف. ولا انت عشان ما شفتوش ده بشكل عام؟ ممكن عشان ما واجهناهمش يعني، مثلا ما لعبناش مثلا قدام بعض فنعرف ايه الفرق اللي ما بيننا وما بينهم يعني. واكثر ناس بتحبوا تتفرجوا على ماتشاتهم سواء يعني محليا او عالميا مين؟ او انا عامه ماتشات الاهلي الفيرست تيم كله بحب اتفرج عليهم، ولاد وبنات يعني. اوكي. وعالميا واضح ان ايطاليا بقى هي اللي واخده. روسيا بقى وامريكا والبرازيل. هم الاقوى بيتهيألي في الحكايه دي. جامدين قوي يعني ما شاء الله. اوكي. ومخططين لنفسكم ايه يعني؟ هل مثلا عاملين تارجت معين عايزين توصلوا له بعد كده تبقى توقفوا او تكملوا لغايه اخر لحظه؟ هل بعد كده تشتغلوا مثلا في التدريب او في الاداره يعني؟ شايفين احنا عايزين نكمل لاخر لحظه يعني. انا بجد شايف ان انا انا عايزه اكمل لاخر لحظه، عايزه العب كمان درجه اولى كتير. شايف الموضوع ده احسن بكتير يعني. وانت يا سندس؟ انا برضو زي نور اللي هو نتعب على نفسنا وجيم بقى وفولي وكده ونبقى حاجه كبيره. لسه ما فكرتوش في اللي بعد كده؟ ومطلق ان لسه شويه كتير عليه. بولي يعني. اوكي. بولي اهم حاجه عندي بصراحه. لو حد عنده ابن او بنت صغيرين عايزين يعني يخلوهم يبتدوا يمارسوا رياضه، ايه عناصر الجذب اللي في الرياضه دي بصفه خاصه، او النصيحه اللي توجهوها لاولياء الامور خلوا اولادكم يلعبوا بولي بول لما يكون عندهم المواصفات 1 2 و3 مثلا؟ هو انا بالنسبه لي ان الرياضه بتعلمك مسؤوليه كبيره قوي وبتخليك كده فعلا مسؤول، وبحس ان هي كمان بتبني شخصيتك. اللي انت مثلا خسران ماتش بتقعد تعيط، بس لا ما ينفعش، لازم ثبات الانفعالي والماتش اللي بعديه. والاصرار والعزيمه بالظبط بتبني جواك حاجات كتير قوي احسن من انت ما تلعبش رياضه يعني. بحس كده يعني بيلعبوا الرياضه دول بحس كده هم مختلفين حتى في الفكر ومروا بحاجات بكتير قوي عكس الشخص اللي بحس ان هو مش بيلعب رياضه يعني. فبحس ان هي حاجه حلوه. وانت يا دول؟ هي فعلا هي بتنمي كمان هي طبعا مفيده جدا للجسم اصلا يعني الرياضه اكيد طبعا. فهو الواحد برضو الرياضه دي لازم تبقى حاجه مهمه بالنسبه له. ما طبعا. بس انا كان كلامي اكتر على ايه المواصفات اللي لو اتوجدت في الطفل تخليه يصلح لممارسه الكره الطايره بصفه خاصه يعني. احنا كده اتكلمنا طبعا عن فوائد الرياضه وانعكاساتها الايجابيه على الجسم، ما مش هنختلف في دي، بس امتى اخلي ابني او بنتي اوجههم كده على طول من غير تردد للفولي بول بصفه خاصه؟
هو انا مش حاسه ان ممكن يكون في صفات معينه ان مثلا الفولي مش شرط يبقى طويل. انا تخيلت ان لازم يبقى طول من عناصر. لا بيبقى في مثلا زي الليبرو بيبقى اقصر واحد في الملعب قصيرين زي الباسكت بول برده نفس القصه بلاي ميكر بتلاقيه قصير او مثلا حد مثلا بيبقى عنده جنب جنب عالي هيفرق معاه فبيفرق احسن من الطويل مش فارقه قوي طول يعني. ويومكم عموما عامل ازاي؟ طبعا اكيد انتوا السنه دي وضع استثنائي عشان ثانويه عامه، قبل كده كنتوا بتبقوا عاملين ازاي؟ هواياتكم ايه؟ بتعملوا ايه في الحياه؟ هو احنا بالنسبه لنا يعني فعلا الفولي ده اهم حاجه، يعني ممكن نبقى صبح وبالليل من الصبح للليل قاعدين في النادي. قاعدين بيبقى اكتر من تمرينه في البيت. زي برضه في المصايف اكيد برضه على البيت. البيتش فولي ده من الحاجات الجميله على فكره البيتش فولي، احنا عندنا مؤخرا بقى في كمان اظن مسابقات ليه. ولا بس بتتعب بشكل اولمبيكس بيروحوا اولمبيكس يعني يعني تابعين للاتحاد قصدي منتخب الكره الطايره يعني في مسابقات وبطولات وفايزين وكده يعني اصعب شويه من الفولي العادي المنطلق ان انتوا واقفين على رمله فتبقى الدنيا صعبه هي اكيد اصعب يعني جربتوها انا جربته مره وحسيت ان فعلا اصعب رمله واتنين في الملعب فبتحس انت عايز تلم بقى الملعب طبعا ملعب كبير برضو ملعب كبير على اتنين وطموحاتكم عموما يعني سواء بقى رياضيا او بشكل عام يعني تعالي نتكلم على الدراسه مثلا ان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الرحمن وتجيبوا مجاميع زي الفل وتشرفوا الاهالي نفسك تدرسي ايه او نفسك تشتغلي ايه بعد كده؟ هو انا بصراحه الموضوع ده مش يعني مش عارفه قوي عشان يعني مش بحب احط امل على حاجه وافضل بقى اسعى عشان لو ما جاتش ما اقعدش بقى اعيط وكده بس انا بفكر في ألسن يعني عايز اخش ألسن اوكي فكره اللغات انك تدرسي بحب اللغات اللغات والماني بقى اوكي وانت يا نور انا كنت عايزه اشتغل مهندسه اوكي هندسه يعني عايزينها مجموعه دي عايزينها مجموعه قد كده دي يعني من زمان قوي ان انا عايزه احط الموضوع ده في دماغي حاجه ثانيه برضو عايز اعرفها منكم فكره الاحتراف هل في كره الطايره في نفس الميكانيزم بتاع الاحتراف كما هو الحال في كره القدم مثلا نفس القصه فكرتي فيه قبل كده بصراحه فكرت انت عايزه تدرسي لغات وبعدين حاطه عينها على الالماني تعرفي انها ايه حاطه المانيا هدف لو ندرس بره ناخد سكولارشيب مثلا كده فكرنا في الحوار ولقيتي هل اتكلمتي مع الوالد والوالده مثلا وبابا كان موافق على الموضوع ده جدا كنت بفكر ان انا كمان ادور ودورت كتير بس لسه ما لقيتش حاجه ما لقوش عليك نجمع فيديوز واحنا بنلعب مثلا ونبعتها للمدربين بره ما لقوش من فكره ان لا بنتنا هتبقى عايشه بره ومش اكيد طبعا موجوده بس ده حاجه مستقبلي يعني حاجه هتفيدني قدام فعشان كده وده حاصل بالفعل حتى مع اللاعبات الاكبر سنا يعني هل عندنا لاعبات مصريات محترفات في كره الطايره احنا لينا اصحاب محترفين ايه النادي وندى معوض ونوره معوض بيلعبوا فين نور ياسين في امريكا كله في امريكا كلهم في امريكا ونور ياسين برضو في امريكا طب غريبه شويه او ملفته للنظر ان كله راح امريكا يعني اوروبا مش في حساباتهم مش عارفه بس غالبا زي الجامعات اللي بتديهم سكولارشيب يعني تقريبا طيب برضو عايز اعرف منكم فكره انه يعني هل برغم ان انتم محترفات في الكره الطايره ده خلاكم ما تمارسوش اي انواع ثانيه من الرياضه؟ ما فكرتش فيها بصراحه انا كنت بلعب جمباز قبل كده بس انا حبيت الفولي اكتر ما كملتيش فيه ليه يعني انت لقيتي نفسك اكتر انا لقيت نفسي اكتر في الفولي يعني حسيت الموضوع احسن انا جت عليا سنه لعبت هنا وهنا بس انا حبيت اكتر الفولي عموما انتوا نورتونا ومره ثانيه احب يعني اتوجه ليكم بكل التهاني انتوا عملتوا انجاز محترم جدا والحقيقه شفنا وعرفنا كمان ان انتوا كان ادائكم وخصوصا في المباريات النهائيه يرتقي كل الارتقاء لمقاييس النادي الاهلي فانتوا شرفتوا النادي الاهلي وسعدنا جدا بوجودكم معانا النهارده نورتونا شكرا ربنا يخلي حضرتك هستاذن حضراتكم وهنطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه نكمل معاكم بقيه حلقتنا النهارده اتفضل